بداية أتقدم بأسماء التهاني والتبكات لقيادة دولة الإمارات، شعب دولة الإمارات، الشعب العربي والإسلامي على هذا الإنجاز التاريخي، رسالة تبعثها دولة الإمارات في بعد 50 سنة من الاتحاد ومن نشأة هذه الدولة الشابة، أن ما في شيء مستحيل والجميع بجهود وكوادر وسواعد أبنائه ممكن يوصل الطموح ووصل آفاق المريخ بالجد والاجتهاد، بسواعد إماراتية، بتطوير الكوادر البشرية، بتطوير استقطاب العقول والتكنولوجيا العالمية، وصلنا اليوم للمريخ، وإن شاء الله القادم أفضل بالعلم والمعرفة والأبحاث بإذن الله للمرحلة القادمة.